السلام عليكم أصدقائي، في حلقة جديدة سوف نتحدث فيها عن موضوع جديد. هذه المرة يتعلق بعلم الاجتماع، أو بالضبط بأحد الكتب البارزة في علم الاجتماع وعلم السلوك المجتمعي. لكن قبل أن أبدأ في هذا الموضوع، اشترك في القناة ليصلك كل جديد، واعمل لايك للدعم فقط. وأشكر أريد أن أقدم شكرا كبيرا لكل المتابعين الذين يساندونني من أجل وصول المعلومة وانتشارها بين الناس. شكرا جزيلا. أولا، هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه اليوم هو متعلق بكتاب سيكولوجيا الجماهير. هذا الكتاب مشهور جدا، وسوف أقول بعض الأفكار التي جاءت في هذا الكتاب، ثم سأنتقل إلى بعض النماذج من الواقع المعاش. أولا، هذا العلم أو سيكولوجيا الجماهير هي شيء حيوي أو علم حيوي في كل زمان ومكان، ولكن بطرق مختلفة وصياغ متفاوتة. لذلك من بين الأفكار التي جاءت في هذا الكتاب هي أن تصرفاتك وأنت وحدك ليست هي نفسها تصرفاتك وأنت داخل أو مع جماعة أخرى. مثلا، أنت مع أصدقائك سوف تقوم بأشياء، سوف ربما تظهر منك ردة فعل مخالفة تماما لردة فعلك وأنت وحدك. و تذكرت في هذا السياق قول أحد الفلاسفة أن الغير هو تهديد للأنا، الغير يؤثر في الأنا ويهدده، لأنه لا يترك أن يتصرف بكامل حريته وهو وحده. لذلك فمن بين أبرز الأفكار هي تلك الفوارق بين ما تفعله وأنت وحدك، من خلال ردة فعل معينة، وما تفعله وأنت داخل جماعة. فلو افترضنا مثلا أنك مع 3 من أصدقائك وكنتم تتناقشون في فكرة معينة مجردة، أي فكرة، والثلاثة أصدقاء اتفقوا على فكرة معينة، وواحد له رأي آخر، لكن سوف تجد أنه لن يتحدث برأيه مخافة أن مخافة الانتقاد من أصدقائه الثلاثة، انتقادا لاذعا ربما، وأيضا سوف يظهر في كفة المغلوب. لذلك فلو كان وحده أو فلو كان شخصين اثنين، فسوف يقدم كل واحد منهما رأيه. ربما يكون رأيك صحيحا، ولكن لن تتجرأ على أن تقوله أمام أصدقائك الثلاثة أو الأربعة الذين يرفضون تلك الفكرة التي تريد أن تقولها ربما. ومن خلال هذا الكتاب فهو ربما يستعمله بعض الساسة والقياديين للتأثير في الناس والتأثير في مجتمعاتهم وشعوبهم. ولو أتينا وتحدثنا عن بعض النماذج الحديثة والمعاصرة، فمثلا شغب الملاعب، لابد أنكم رأيتم أو ذهبتم إلى الملعب لتشاهدوا كرة القدم أو مباراة كرة القدم ولو مرة على الأقل، أو حتى عبر التلفاز. سوف تجد أن في هذه الملاعب الجمهور يتحرك بنفس الطريقة ويقول نفس الأغاني، يرددها. ربما لو كان وحده فلن يستطيع، ربما لخجل أو خوف، عدم ثقة في النفس، لن يستطيع أن يفعل كما يفعل وهو داخل تلك الجماعة في جماهير كرة القدم. ومثال آخر على ذلك وهو التحرش. مثلا ستجد 3 أشخاص في أحد الشوارع ويتحرشون بفتاة معينة. سوف تجد أن لو كان
واحد من أولئك الثلاثة وحده في نفس الوقت وفي نفس الظرف فلن يتحرش، يعني في الغالب، لأن هناك من يتحرش حتى وإن كان وحده، وستجد أن هذا الشخص هو الذي يؤثر في الأشخاص الآخرين ويجرهم إلى طريقه. وما يفسر هذا، يعني هذا النوع من المفارقات بين عندما تكون وحدك وعندما تكون مع الجماعة، فهو كون شخصية الفرد تختلف من شخص إلى آخر. فهذا العلم هو ليس علما يعني دقيقا منطقيا محددا، لكنه نسبي أكثر مما هو دقيق. لذلك فالشخصيات تختلف، فسوف تجد مثلا شخص مع أصدقائه ويريدون أن يتحرشوا بفتاة معينة، لكنه لمبادئه وقيمه وشخصيته سوف يعارضهم، أو على الأقل يبتعد عنهم ويتركهم. وهذه الأمثلة فهي تنطبق على كل مثال آخر، يعني أي جماعة في أي مكان ربما تنطبق عليه. مثلا في المساجد، عندما يجتمع الناس في المساجد، فسوف تجد أن تلك الشحنة الإيمانية والطاقة الإيجابية تكون أكثر وأنت في المساجد مع غيرك من المصلين. تحسون أنكم تقومون بشيء واحد في نفس الوقت وفي نفس المكان، وهذا طبعا هو إيجابي جدا. عكس إذا كنت وحدك تصلي إحدى الصلوات الخمس، فإنك يعني ربما يكون لديك خشوع، ولكن ليس بتلك الدرجة وأنت مع الجماعة. أيضا الأمر ينطبق عند شغب الملاعب كما قلت، فقد يصدر من إحدى، لأني ذكرت فقط الجماهير، الآن سوف أتحدث عن الشغب بالدرجة الأولى. في شغب الملاعب سوف تجد أن بعض الأشخاص هم في مستوى مجتمعي مرموق، قد تجده أستاذ، قد تجده معلم، قد تجده طبيب إلى آخره، أو مهندس أو محامي أو قاضي، ولكن في مثلا في ظرف معين وفي لحظة تأجج فيها غضب الجمهور ضد سواء الشرطة أو ضد الجمهور المقابل، فسوف تجد أنه أيضا سوف يقدم متى أتيحت له الفرصة على ضرب أحد الأشخاص الذي هو بين قوسين عدو في ذلك المكان، سوف يضربه لأن الجماعة تفعل ذلك في ذلك المكان. وهنا يأتي التأثير السلبي والتأثير الإيجابي. فهذا التأثير الجماعي فهو سيف ذو حدين، قد يفيد وقد لا يفيد. أخيرا، فسيكولوجيا الجماهير فهي يعني الذي هي عبارة عن مجموعة من الأساليب التي يستغلها بعض الأشخاص في صالحهم، وقد يستغلها البعض في أماكن محمودة والبعض الآخر في أماكن مذمومة. لذلك فهذا العلم هو علم بارز ومميز ورائع جدا. أصدقائي، شكرا على المتابعة، شاركوا في القناة ليصلكم كل جديد، واعملوا لايك. إلى اللقاء.